شويه حاجات كده نقدر نتكلم عليها. الاول ايه؟ لو انا بفكر ان انا اشتري عقار، هشوف القيمه اللي معايا. انا معايا فلوس قد ايه؟ ما انا ممكن النهارده ممكن استثمر عقار ده ما ينفعكش خالص. انت القيمه اللي معاك ما تنفعش تدخل في استثمار عقار. صحيح. تمام. فانا هشوف القيمه بتاعتي واشوف اهدافي انا عايز ايه. يعني انا مثلا عايز اكسب بسرعه، عايز يعني مثلا اخد حاجه وهخليها وبعد كده ابيعها تحفظ لي على فلوسي، عايز اخدها. شوف هدفك ايه. معايا رقم كبير عايز احطه كاش فاخد احسن سعر، فشوف الهدف بتاعك بيبقى ايه، اللي هي القيمه. القيمه هي اللي هتحدد لك دوت. تمام. اللي معاك. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه والمهمه اللي هي حركه السوق. النهارده انا شايف السوق زي ما انت حضرتك بتقولي متذبذب ومش عارف ايه وبتاع. طيب ماشي اوكي، انا هروح للعقار، هروح لاي مكان. تمام. انا النهارده في مكان معين انا عايز اشتري في البلد عندي، عايز اشتري تشوف العقار تمام في المكان دوت، والسوق ده شكله ازاي، وايه اللي حواليا، وايه متطلبات السوق اللي هناك. يعني مثلا لو انا مثلا قلت مثلا انا هاخد وحده تجاريه، اشوف السوق اللي حواليا شكله ازاي، المكان ايه الاقبال على المكان، اشوف ايه اللي بيحصل في المكان. انا هاخد في العاصمه الاداريه، هاخد مثلا في الداون تاون، هاخد حاجه مثلا اداريه، هاخد. لازم اقيس يبقى السوق. ادرس السوق والمنطقه حوالين المكان اللي انا قررت ان انا اخد فيه او بالزبط. بفكر اخد فيه بالظبط. المنطقه دي يا جماعه دي رقم ثلاثة. يعني احنا هنتكلم على القيمه، بعد كده حركه السوق، اشوف حركه السوق ماشيه ازاي. بعد كده اروح على ايه، دراسه المكان، المكان السكني. يعني مثلا النهارده هاخد مثلا حاجه تجاريه، لما اشوف كثافه الناس اللي حواليا قد ايه، كم واحد ممكن يجي يشتري مني يعني من الاخر. بالظبط. يعني مثلا بالظبط بتقيس ده. يعني مره قلتها كده كنا بنتكلم على الحياه التجاريه، ان عامل الكثافه ده مهم جدا. النهارده لو ده في الماركات مثلا او الحاجات، مثلا باجي اختار مثلا وحده معينه، تمام، ماركه معينه هتيجي تفتح في المكان ده، بيشوفوا قد ايه بيعدي قدام المحل.